الهدوء السياسي بين الأطراف السياسية والثقة. يعني لنأخذ بنظر الاعتبار اليوم السيد الحلبوسي في طهران، قبل أيام مسؤولون إيرانيون في أربيل. ألا ترى بأن إيران تتحرك خلال هذه الأيام على جانب أطراف التحالف الثلاثي وليس الإطار التنسيقي؟ هل هذا الأمر يثير حفيظتكم أنتم في الاتحاد الوطني الكردستاني، يثير حفيظتكم إيجابا أم سلبا؟ بمعنى أنه إيران قد تعمل على إقناع أطراف التحالف الثلاثي لتسوية الأمر، أم تريد أن توضح دعمها للتحالف الثلاثي؟ تعليقك. يعني أنا قلتها في أكثر من منبر، الجمهورية الإسلامية الدولة لديها تأثير في العراق وأيضا تتأثر بالعراق. يعني صراحة يعني نرى قضية الغاز وقضية الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول التي تتفاوض معها في قضية يعني السماح للعراق باستيراد الغاز من إيران، يعني هذه القضايا هي تؤثر بالعراق ولكن تتأثر أيضا بالعراق، ومنها قضية التباحث مع الرياض. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني يعني كان أكثر وضوحا من القوى السياسية الأخرى على الأكثر بأن التعامل وفك العزلة الدولية والإقليمية للعراق خطوة مهمة جدا، على الأقل عودة النشاط الدبلوماسي الإقليمي والدولي، لأن كما أسلفت أعيدها بين هلالين عندما قلت يؤثر ويتأثر، يعني هذين الكلمتين يجب أن تترجمان إلى العمل السياسي والدبلوماسي اليومي. لذلك جهود رئاسة الجمهورية السابقة بدءا من راحل جلال الطلباني مرورا بالسيد برهم صالح، الحكومة الحالية، القوى السياسية، حاولت أن تفك العزلة الإقليمية والدولية للعراق. لذلك من هذا المنطلق تأثير إيران في العراق ولربما التأثير الإيجابي وتأثير قوى أخرى دولية وإقليمية تأثيرها الإيجابي في العراق على غرار التأثيرات السلبية الأخرى الموجودة أيضا، هي بالتأكيد، لأن كما قلت عندما يتأثر العراق بالعامل الإقليمي لابد أن تكون هناك مشاركة في كيفية الوصول إلى نتاج على الأقل نستطيع من خلاله أن نذهب إلى حكومة كما أسلفت مقتدرة. الاتحاد الوطني لا يتخوف من قضية التدخل الإقليمي والدولي في العراق بقدر ما يتخوف من هذا التأثير، نعم، إذا كان سلبيا وليس إيجابيا.